طيب نرجع تاني لبكاري جسامة، نروح لتقرير عن بكاري جسامة وأدائه ومواقفه مع الفرق والمنتخبات المصرية، ونرجع أقول لكم على خبر مهم جدا. أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بتعيين الجامبي بكاري جاساما حكماً لمواجهة مصر والكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة في ظل السجل الغير مشرف بالنسبة للحكم الجامبي الذي ارتكب العديد من الكوارث التحكيمية سواء مع الكرة المصرية بشكل خاص أو الكرة الإفريقية بشكل عام. العديد من الأنباء والشكوك ترددت على مدار الأيام الماضية حول نية الاتحاد الإفريقي في مجاملة منتخب الأسود الغير مروضة باعتباره صاحب الأرض والجمهور على حساب المنتخب المصري، وهي الشكوك التي تأكدت بعد قرار تعيين جاساما الذي يعد مجرد ذكر اسمه أمراً يثير الريبة داخل الكرة المصرية في ظل الوقائع المثيرة للجدل للحكم الزامبي والتي يعد آخرها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المصري في مواجهة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية الحالية بعد عرقلة أحمد سيد زيزو خلال المباراة التي انتهت للنسور الخضراء بهدف دون رد. كما ظهر جسامة متحاملاً على الأهلي أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 باحتساب مخالفات وهمية للوداد وحرمان الأهلي من العديد من الفرص المحققة بصافرته المتكررة، وهو ما تكرر مع الأهلي أيضاً عندما حرمه الحكم الجامبي من هدف صحيح لجونيور أجاي أمام سان داونز في إياب ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مساعدة الفريق الجنوب إفريقي في إهدار الوقت وتحجيم لاعبي الأهلي. الكارثة الكبرى لبكاري جاساما تجلت في 2019 حينما قام بإلغاء هدف صحيح لفريق الوداد في شباك الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتبين بعد ذلك أن تقنية الفيديو معطلة لتتحول المباراة إلى فوضى عارمة ويرفض لاعبو الوداد استكمال المباراة بسبب ظلم الحكم الجامبي، ليطلق جاساما صافرة اللقاء بتتويج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 2019. الذكرى السعيدة الوحيدة للكرة المصرية مع الحكم الجامبي المثير للأزمات كانت أمام جمهورية الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 حينما احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة الأخيرة من المباراة لصالح المنتخب المصري سجلها محمد صلاح ليحصد بها الفراعنة بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ مونديال 1990. وبشكل عام أدار جاساما 6 مباريات للفراعنة في مختلف المنافسات، فاز في 3 منها وتعادل مرة وخسر مرتين، أشهر خلالها 8 بطاقات صفراء للاعبي منتخب مصر، بينما لم يتعرض أي لاعب للطرد. مواجهة مصر والكاميرون ستكون بمثابة فرصة أخيرة للحكم الجامبي للتطهر من خطاياه وتطبيق القانون بحذافيره دون النظر لاسم هذا أو ذاك. فهل يستغل جاساما الفرصة أم يواصل شطحاته ويجامل صاحب الأرض والجمهور؟